أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إن شاء الله النهاردة إحنا هنكمل الدرس اللي بدأناه المرة اللي فاتت، وهو كان درس ألجبرا، وكان بيتكلم عن the relation between the two roots of the quadratic equation and the coefficients and the coefficients of x power 2 and x. أوكي، خلينا نشتغل مع بعض ونشوف إحنا اتكلمنا في إيه المرة اللي فاتت. احنا هنشتغل برضو relation between the two roots and the coefficient of x power 2 and x in the quadratic equation. طبعا انتوا عارفين يا شباب ان ال quadratic equation الفورمولا بتاعتها ax power 2 plus bx plus c equals 0، وضروري لازم تكتبوا ان a doesn't equal 0. تمام، احنا المره اللي فاتت كنا خدنا تقريبا نص الدرس، والحقيقه كان عندنا سؤال حليناه كده. ايه هو السؤال؟ افكركم بيه. السؤال كان بيقول اذا كان التو روتس واحد فيهم نيجاتيف 1 والروت الثاني 5، فهو عايز يحصل على الايكويشن النمبرز a و b، وكانت الايكويشن هي ax باور 2 بلس bx ماينس 5 ايكوال 0. دي كانت الايكويشن بتاعتنا، واحنا اشتغلنا طريقه كانت طويله شويه ولكن كانت برضو جميله ومستنتجه من طريقة خدناها في تالتة إعدادي. كنا عوضنا عن الإكس أولا بنيجاتيف 1، وده وصلنا الإيكويشن، وبعدين عوضنا عن الإكس بفايف وصلنا الإيكويشن التانية، دي الإيكويشن نمبر 1 ودي الإيكويشن نمبر 2، وحليناهم مع بعض وصلنا إن الـ A إيكوال نيجاتيف 1 والـ B إيكوال 6. ولكن الحقيقة في طريقة شوية قصيرة عن كده أو صغيرة وهنستخدمها عشان نكمل السؤال. ما تنسوش إنه بنتكلم عن الإيكويجن اللي هي AX باور 2 بلس BX ماينس 5 إيكوال 0، دي الإيكويجن اللي احنا شغالين عليها، وهي عندنا التو روتس واحد فيهم كان الـ L مثلا نيجاتيف 1 والام equals 5. هنشتغل على الطريقة التانية السهلة اللي احنا واخدينها الجديدة، وهي ان ال product of the two roots اللي هو L times M الملتبلاي بتاعهم، يعني اللي هو هنا عبارة عن negative 1 multiplied by 5 equal negative 5. من هنا بقى هسويه بالرول اللي احنا اتفقنا عليه ان البرودكت ايكوال سي اوفر اي، مين سي؟ هي الابسولوت تيرم اللي هي نيجاتيف 5 اوفر الاي اللي هي بالفعل اي. يبقى عندي كده ايكويشن بسيطه خالص اقدر احلها، هحصل بسهوله على ان الاي نيجاتيف 5 ديفايدد نيجاتيف 5 ايكوالز 1. يبقى انا اشتغلت على ان البرودكت equal c over a يعني equal negative 5 over a، وسويته بال multiply او product بتاع two roots اللي هو negative 1 و 5، وطلع معايا ان ال a equal 1. طب لو اشتغلنا على السم l plus m هيبقى equal negative b over a. طب مين negative b؟ اهي هي b فهخليها negative b over a. السم بتاعنا بتاع التو روتس
من الروتس اللي هو اداه لنا نيجاتيف 1 بلس 5، ده معناه ان نيجاتيف بي اوفر ايه اللي حصلت عليها اللي هي 1 ايكوالز نيجاتيف 1 بلس 5 اللي هي 4. وبكده اكيد يبقى البي ايكوالز نيجاتيف 4. يبقى احنا وصلنا ان الاي ايكوال 1 والبي ايكوال نيجاتيف 4 بطريقه سهله وسريعه وما خدتش معانا وقت، وكانت معتمده على الرول بتاع ان البرودكت ايكوال سي اوفر اي والسم ايكوال نيجاتيف بي اوفر اي، وساوينا ما بين الطرفين، الطرف الاول السم الحقيقي ما بين التوروس اللي هم اللي هو الدهوني والرول بتاع السم اللي هو نيجاتيف بي اوفر اي، والبرودكت برضو التايمز بتاع التو روتس سويناه كمان بال ب سي اوفر اي اللي هي نيجاتيف 5 اوفر اي. خلينا احبائي الطلبه نتنقل لاكزامبل تاني عشان نكمل الدرس بتاعنا، والطريقه ان شاء الله والاسئله هتعجبكم. ناخد السؤال الجاي. السؤال الجاي بيقول find the other root of each of the following equations. هو اداني ان الروت الاولاني ايكوال نيجاتيف 1 والايكويشن كانت اكس باور 2 بلس كي اكس ماينس 7 ايكوال 0. برضو انا ممكن استخدم يا اما طريقه التعويض او السبستيوشن، ان بعوض عن الاكس بنيجاتيف 1 فيطلع معايا الكي، او اني بستخدم حاجه زي البرودكت او السم بتوع التو روتس عشان اطلع الكي. الكي هنا لو تلاحظوا هي البي، البي هنا ايكوال كي. طيب لو قلنا السم اوف ذا تو روتس اللي هو ال بلس ام اللي هو نيجاتيف بي اوفر اي اللي هو من الايكويشن هنا اكس اوفر 1 اللي قصدي كي اوفر 1 ايكوال الواحد من الروت هنا ايكوال نيجاتيف 1 بلس ال ال، ده كده السم. انا ممكن اقول ان نيجاتيف 1 بلس ال ايكوال كي، دي ايكويشن. طب البرودكت برضه ايه بقى؟ البرودكت هيبقى ال multiplied by negative 1 equal c over a يعني negative 7 over 1. طيب بعد كده يبقى عندي negative l equal negative 7 يعني l equal 7، وده هو مباشرة الروت الثاني l equal 7، وعندي m equal negative 1. لو هو عايز يرجع تاني الكي في مكانها او يطلع كلمه الفاليو بتاع الكي، انا هعمل ازاي؟ هاخد الايكويشن دي اللي هي نيجاتيف 1 بلس ال، انا طلعتها اوريدي 7 ده ايكوال كي، وبالتالي كي ايكوال 7 بلس نيجاتيف 1 ايكوال 6. تمام، نتنقل مباشره على السؤال اللي بعديه. انا عندي هنا لو انا عندي one of the two roots x equal 5 over 3، تمام؟ one of the two roots يعني say مثلا root ده كان m، والequation بتاعتي هي 9x power 2 minus 9x plus k equal 0، وانا عايز الفاليو بتاع ال k دي، تمام؟ انا محتاج استخدم حاجه فيها الكي اللي هي البرودكت اوف ذا تو روتس، وكمان محتاج السم. السم ايكوال نيجاتيف بي اوفر اي، السم اللي هو ال بلس ام اللي هو نيجاتيف بي اوفر اي يعني نيجاتيف 9 اوفر 9 يعني ايكوالز 1، يبقى السم ايكوال 1. والسم هنا عندي المفروض 1 root اللي هو 5 over 3 plus the other اللي هو L،
هيبقى equals 1، ومنها نقدر بسهولة نستنتج ان ال L equal 1 minus 5 over 3. الناس اللي بتشتغل mental تعرف ان ال 1 دي ممكن تتكتب على انها 3 over 3 minus 5 over 3، يبقى الناتج النهائي negative 2 over 3. يبقى ال L اللي هو الروت التاني طلع negative 2 over 3. الروت الاولاني اللي هو M كان 5 over 3. لو انا استخدمت البرودكت بتاع التو روتس اللي هو نيجاتيف 2 اوفر 3 اللي هو ده، وهو وده كمان اللي هو تايمز 5 اوفر 3، البرودكت ده من هنا من الايكويشن ايكوال سي اوفر اي، يعني ايكوال كي اوفر 9. تمام، تعالوا نحل دي. نيجاتيف 2 ملتبلايد باي 5 ايكوال نيجاتيف 10 اوفر 3 ملتبلايد باي 3 ايكوال 9. تمام، ممكن اكنسل ال 9 دي مع ال 9 دي، يبقى كي ايكوال نيجاتيف 10. وبالتالي نراجع الكلام اللي احنا قلناه، انا عندي هنا الايكويشن 9 اكس باور 2 ماينس 9 اكس بلس كي ايكوال 0. هو اداني اكس ايكوال 5 اوفر 3 ساتسفايز الايكويشن دي، بمعنى انها 1 اوف ذا تو روتس. سي مثلا الام دي 5 اوفر 3 الروت الاولاني، وعايز طبعا الفاليو بتاع الكي. فاحنا نستخدم الطريقه الجديده اللي هي بتتكلم عن ان السم اوف ذا تو روتس اللي هي ال بلس ام اللي هي نيجاتيف ملتبلايد نيجاتيف 9 اوفر 9 اللي هي ايه، نيجاتيف بي اوفر اي اهي، من الايكويشن دي نيجاتيف 9 يعني نيجاتيف بي اوفر اي، نيجاتيف نيجاتيف 9 ب 9 اوفر 9 يكون 1، والبرودكت اللي هو هناخد نكمل السم. السم انا عندي 1 اوف ذا تو روتس 5 اوفر 3 بلس ال اللي ما اعرفهاش بكام ايكوالز 1، ومنها طلعت ال الروت الثاني ايكوال نيجاتيف 2 اوفر 3. انا كده عندي التو روتس، واحد فيهم نيجاتيف 2 اوفر 3 والروت الثاني 5 اوفر 3. استخدم بقى البرودكت اللي هو نيجاتيف 2 اوفر 3 ملتبلايد باي 5 اوفر 3 equal الرول اللي بيقول ان البرودكت equal سي اوفر اي. مين السي؟ هي الكي اهي، مين الاي؟ هي ال9 اهي. واعمل نحل الايكويشن دي، ممكن على شكل لو ال9 هنا وال9 هنا اكنسلوا مع بعض، يبقى الكي مباشره equal نيجاتيف 10. يبقى طلعنا الروت وطلعنا الكي. تعالوا نشوف سؤال تاني مع بعض. الأسئلة يا شباب، المهم إن احنا نفهم الرولز اللي احنا خدناها. أنا عندي السم اوف ذا تو روتس ايكوال نيجاتيف بي اوفر اي والبرودكت ايكوال سي اوفر اي. أنا هوظف دول عشان أعمل ايكويشنز، سواء أطلع الروت التاني أو أطلع الكي مثلا أو أي رمز موجود. يلا مع بعض نشوف السؤال اللي جاي. بيقول لي اف ذا اف ون اوف ذا تو روتس، يعني أعتقد إن هو أو هسميه L، one of the two roots equal 1 plus 2 root 2 I، ده ال L، وعندي الروت التاني مش معروف، وده ال equation اللي هي x power 2 minus 2x plus c equal 0. بيطلب مني حاجتين، أول حاجة عايز ال M اللي هو الروت التاني، وتاني حاجة عايز ال value of c. تعالوا بقى نشوف الروت التاني يبقى ازاي. حد من الشطار الفاهمين يقول لي يا مستر، لما يبقى الروت بتاع ال quadratic equation complex number يعني 1 plus square root 2i، يبقى مؤكد ومن غير تفكير ال m اللي هو الروت التاني هيبقى 1 minus root 2i. طب ليه كده يا شباب؟ لان احنا عارفين في معلومه مهمه جدا بتقول ان التو روتس بتوع الكومبلكس بيكونوا كونجيجيت لبعض، 1 is the conjugate of the other، بمعنى لو دي بلس يبقى الثاني ماينس، لو دي ماينس يبقى الثاني بلس. وبالتالي على طول وبسرعه وبسهوله حصلنا على الروت الاولاني اللي هو m.
بعد كده احاول استغل حاجة تخص السي عشان اعمل equation عشان اجيب السي. انا عندي البرودكت of the two roots equal c over a. c اللي هو absolute term، ال a اللي هو ال coefficient of x power 2 اللي هي 1. يبقى عندي البرودكت هنا equals c over 1. طب من هنا عندي البرودكت بيقول ايه؟ البرودكت هضطر اعمل multiply بتاع two roots اللي هو 1 plus root 2i multiplied by 1 minus root 2i equal c. طيب انا هعمل ايه؟ طبعا هعمل 1 multiply 1 equals 1، root 2 multiply by negative root 2 هيبقى negative 2 i times i هيبقى i power 2. بعد كده انا عندي 1 minus 2 multiplied by، احنا عارفين من الليسون بتاع الكومبلكس نمبرز ان i power 2 equals negative 1، وبالتالي طبعا ده كله equal c يا شباب، اهي c over 1 يعني c. 1 minus 2 multiplied by negative 1 يعني 1 plus 2 يعني كده ال c equal 3. الناس اللي بتحب السوليوشن الثاني ان مستر عايزين نعوض، ممكن يعوضوا عن الاكس ب 1 plus root 2i، يبقى هنا 1 plus root 2i كلها power 2 minus 2 multiplied by 1 plus root 2i plus c، وطبعا هيكملوا فيها شوية simplifying هنكملهم دلوقتي حالا مع بعض. انا هكتب هنا مع بعض على طول، هنقول اذا عوضنا عن الاكس ب 1 plus root 2i كده، وطبعا باور 2 عشان الاكس ايكوال 1 بلس روت 2i، وهنا باور 2 يبقى كمان لازم اعمل باور 2 ماينس 2 ملتبلايد باي الاكس اللي هي الروت 1 بلس روت 2i بلس c ايكوال 0. وطبعا لما احل الايكويشن دي على طول هتطلع معايا c مباشره. تعال نكمل مع بعض نحاول نحلها حتى على الاقل نبقى نراجع الانترودكشن اوف كومبلكس نمبرز ونشوف السمبليفاينج بيحصل ازاي. انا عندي هنا 1 بلس روت 2 اي كلها باور 2، لما اجي اعمل اكسباند ده هيبقى الفيرست باور 2 يعني 1، وبعدين السكند بارت او السكند تيرم باور 2 يعني هيبقى 2 اي باور 2 وهنا بلس، وبعد كده كلهم ملتبلاي اتش اذر يعني 2 ملتبلايد باي 1 ايكوال 2 تايمز روت 2 يبقى 2 روت 2 بالبوزيتيف طبعا 2 روت 2 اي. هنا كمان هعمل نيجاتيف 2 ملتبلايد باي 1 يبقى نيجاتيف 2، وكمان نيجاتيف 2 ملتبلايد باي روت 2 اي يبقى نيجاتيف 2 روت 2 اي بلس سي ايكوال 0. نحاول نعمل سمبليفاينج لكل دول. اولا لازم افتكر بس ان الاي باور 2 كده ايكوال نيجاتيف 1، لما تتعمل تايمز 2 يبقى هنا نيجاتيف 2 تمام، وهنا كمان ماينس 2، وهنا عندي بوزيتيف 2 روت 2 اي هتتكنسل مع نيجاتيف 2 روت 2 اي لان السم بتاعهم 0، وهنا عندي كمان 1 اهي، كل ده بلس سي ايكوال 0. دول جاست نمبرز، هنقول نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 2 بنيجاتيف 4 بلس 1 يبقى نيجاتيف 3 بلس سي ايكوال 0. ادي السي وكونفيرت النمبر ده الناحيه الثانيه هيبقى بوزيتيف 3 ويبقى نفس السوليوشن. اللي بيحب الطريقه الاولانيه اوكي وتمام زي الفل وصحيحه تماما، واللي بيحب الطريقه الثانيه كمان صحيحه. ناخد بقى اكزامبل ثاني ناكد بيه على كمان الريفيجن على الكومبلكس نمبرز. هو مديني 1 روت، انا هشتغل واجيب روت الثاني وهكذا. يلا بينا. انا عندي one of the two roots نعتبر ان هو L مثلا equals two root two plus i، وبيقول لي is one of the two roots of the equation
الايكويشن بتاعتي اللي هشتغل عليها اكس باور 2 ماينس 2 روت 2 اكس بلس سي ايكوال 0، وطبعا السي بيلونجز تو ار، وعايز اذر روت اللي هو الام. زي ما قلنا الاذر روت بسهوله جدا يبقى كام يا شباب؟ الناس المركزه معايا هتقول يا مستر اعمل هنا روت 2 ماينس اي. تمام، ادي الروت الثاني وادي الروت الاولاني. وكمان انا اقدر اجيب السي ازاي؟ هستخدم الرول بتاع البرودكت بتاع التو روتس، ان البرودكت اوف ذا تو روتس اوف كوادراتيك ايكويشن ايكوال سي اوفر اي، والسي هي الابسولوت تيرم والاي هو الكوفيشنت اوف اكس باور 2. وبالتالي هطبق الرول، انا عندي البرودكت يعني روت 2 بلس اي، ده الروت الاولاني مالتبلايد باي الروت الثاني اللي هو روت 2 ماينس اي ايكوالز زي ما قلنا سي اوفر اي، السي اي اللي هي الابسولوت تيرم اوفر الاي ايكوال 1 يعني في النهايه ايكوال سي. تعالوا اعمل مالتبلاينج زي ما قلنا، روت 2 مالتبلايد باي روت 2 ايكوالز 2، بوزيتيف اي مالتبلايد باي نيجاتيف اي ايكوال نيجاتيف اي باور 2، كل ده ايكوالز سي. هنا انا عندي الاي باور 2 زي ما انتم عارفين هي نيجاتيف 1، وبالتالي يبقى 2 ماينس نيجاتيف 1 ايكوال سي، ومن هنا لما نحسب يبقى سي ايكوال 2 ماينس نيجاتيف 1 يعني 2 بلس 1 ايكوال 3. تمام، ده بالصدفه طلع نفس الحل لكن مش نفس السؤال. نخش على الاكزامبل الثاني، بس قبل ما نخش على الاكزامبل الثاني افكركم ب حاجه مهمه. احنا قلنا ان الكوادراتيك ايكويشن دي الفورم بتاعتها اكس باور 2 بلس بي اكس بلس سي ايكوال 0، وممنوع ان الاي تبقى ايكوال 0. ليه ممنوع ان الاي تبقى ايكوال 0؟ عشان لو الاي ايكوال 0 هيبقى هيتحول من كوادراتيك ايكويشن لايه؟ لينير ايكويشن. انتوا عارفين الكوادراتيك ايكويشن شكلها، خليكم معايا كده، هيبقى كده لو عندي اكس اكسس و اكسس الكوادراتيك ممكن تبقى شكلها كده او كده او حتى كده، ولكن اللينير مع الاكس اكسس والواي اكسس هيبقى ستريت لاين زي كده وهكذا. وبالتالي انا فكرتكم نشتغل بقى الاكزامبل اللي جاي. الاكزامبل بيقول عايز الفاليو اوف كي اف 1 اوف ذا تو روتس اوف ذا ايكويشن 3 اكس باور 2 بلس كي ماينس 3 مولتبلايد باي اكس بلس 7 ايكوال 0. دي الايكويشن بتاعتي اللي هي كوادراتيك ايكويشن اوف سكند ديجري ايكويشن. يعني بيقول لي ان وان اوف ذا تو روتس اللي هو ال از ذا اديتيف انفرس اوف ذا اذر. مهم جدا ده يا شباب، اديتيف انفرس اوف ذا اذر نخليها روت بلاش ال. تعالوا بقى نشوف مع بعض حكايه الايه ان one of the two roots is the additive inverse. انا افكركم بحاجه عارفينها من قبل كده، ان لو عندي نمبر مثلا 5 ايه هو الاديتيف انفرس بتاعته؟ اكيد نيجاتيف 5. طب نيجاتيف 5 يبقى الاديتيف انفرس بتاعته ايكوال 5، وبالتالي يبقى السم بتاعهم ايكوال كام يا شباب؟ اكيد السم بتاعهم ايكوال 0. فلو انا عندي روت ال يبقى الثاني اكيد حسب ما هو قال لي its additive inverse يعني هيبقى negative L، وبالتالي هيبقى السم بتاعهم equal 0. طيب هشتغل على السم، فين السم بقى؟ احنا عندنا السم عارفينه من الايكويشن هنا ان equal negative B over A. طب فين ال B؟ ال B هي الكوفيشنت اوف X. فين ال A؟ ال A هي الكوفيشنت اوف X باور 2. عكس الساين يعني negative بره K minus 3 اللي هي نيجاتيف بي كده اوفر اي اللي هي 3 ايكوال 0. ولما يبقى كده نيوميريتور اوفر دينوميتور ايكوال 0، ده مؤكد معناه ان النيوميريتور اللي فوق هو ايكوال 0. يعني اخد نيجاتيف كي ماينس 3 ايكوال 0، النيجاتيف مش هيفرق لان مالتبلايد باي نمبر ايكوال 0، بالتالي كي ماينس 3 ايكوال 0، وبالتالي الكي ايكوال 3 كده. تمام، احنا عندنا دلوقتي فهمنا وعرفنا انه
لما يكون one of the two roots is the additive inverse of the other معناها السم ايكوال زيرو. وهشتغل على موضوع السم ده، اطلع من الرو من الايكويشن عندي ان السم ايكوال نيجاتيف بي اوفر اي، حالا هقدر اجيب الانون اللي هو كي. تمام، ناخد كمان اكزامبل بنفس الطريقه. لو انا عندي تو روتس والتو روتس دول one of them is the multiplicative inverse of the other. يعني ايه multiplicative inverse؟ يعني يا شباب لو انا عندي 2 over 3 ايه النمبر بقى المالتيبليكيتيف انفرس ليه؟ هيبقى اكيد 3 اوفر 2، يبقى 2 اوفر 3 والتاني 3 اوفر 2، بيسموه احيانا الريسبروكال اوف ذا نمبر، المقلوب بتاع النمبر. طب ده معناه ايه؟ ده مؤكد معناه المالتيبليكيشن بتاعه او البرودكت بتاعه ايكوال ايه؟ لو حد يقول له زيرو، لا ايكوال 1. خليكم معايا هنا، لو انا عندي هنا 3 اوفر 5 از ا نمبر، المالتيبليكيتيف انفرس بتاعته اكيد 5 اوفر 3، لما اعملهم مالتيبلايد لبعض هيطلع الانسر ايه؟ 1. يبقى نفهم من كده ان لما يقول لي one of the two roots is the multiplicative inverse of the other يبقى على طول المالتيبلاي بتاعهم equals 1. الاكزامبل بتاعنا بيقول find k، يعني عايز الفاليو بتاع الكي اللي في الايكويشن 2k x power 2 plus 7k 7x plus k power 2 plus 1 equals 0. دي الايكويشن اشتغل عليها، وضروري اتاكد بس انها في الفورم بتاع الكوادراتيك ايكويشن، وهي كده فعلا. انا عندي الكوفيشنت في x power 2 اللي هي دي، ادي الـ a، الكوفيشنت في x هيبقى 7، الابسولوت تيرم اللي هو c هيبقى k باور 2 بلس 1. وهو بيقول لي المعلومه بتاعت ان المالتيبليكيتيف انفرس، انا ما اعرفش الروتس كام، بس قال لي one of them is the multiplicative inverse of the other، ده معناه ان واحد فيهم l والتاني هيبقى 1 over l، هيبقى equals المالتيبلايد بتاعهم او البرودكت equal 1. فانا هشتغل على الحته دي واقول انا هطلع البرودكت من هنا واعمله equal 1 من هنا، اوكي، واعمل ايكويشن وبالتالي احلها. انا عندي البرودكت ايكوال سي اوفر اي، طب تمام، يبقى انا هقول كي باور 2 بلس 1 اوفر اي اللي هي 2 كي ايكوال مين بقى؟ ايكوال البرودكت اللي احنا عارفينه اللي هو ال 1. وطالما نمبر اوفر نمبر او تيرم اوفر تيرم ايكوال 1، يبقى مؤكد اللي فوق ايكوال اللي تحت، زي حكايه 5 اوفر 5 ايكوال 1 او 6 اوفر 6 ايكوال 1 وهكذا. وبالتالي انا عندي k باور 2 بلس 1 ايكوالز 2 k، وبالتالي هقول k باور 2 ماينس 2 k بلس 1 ايكوال 0. احاول احل الايكويشن دي، مثلا لو انت تعرف تحلها بالفاكتورايز يبقى كويس، مش عارف يبقى استخدم الفورمولا. بس هو فعلا الموضوع سهل، انا عندي هنا تو براكتس، هنا كي وهنا كي عشان كي باور 2، 1 يعني 1 اند 1، وهنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف يبقى الاثنين نيجاتيف. ده طلع كمان ان هو نفس البراكت، وبالتالي يبقى كي ماينس 1 كلها باور 2 ايكوال 0. يبقى معنى كده ان كي ماينس 1 ايكوال 0، يبقى اكيد k equals 1. وكده يبقى حلينا الايكويشن او حلينا السؤال اللي بيقول find k لما التو روتس واحد فيهم is the multiplicative inverse of the other، واستخدمنا الرول ان multiplicative equal one of them multiplicative of the other، يبقى times بتاعهم equals 1. احبائي الطلبه والطالبات، فاصل قصير ونعود عليكم ان شاء الله. أحبائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم مرة ثانية. إن شاء الله هنكمل درسنا وهنخش على طول برضو على إزاي نعمل equation، how to form equation المرة دي إذا عرف ليك أو إذا أعطاك التو روتس. يعني لو عندي روت 2 والروت الثاني 3، هل ممكن أعمل equation منهم والإكويجن تكون صحيحة؟ تعالوا نشوف مع بعض.
هنا هاخد forming the quadratic equation whose two roots are known، يعني معروفين. انتوا عارفين يا شباب انه لو انا عندي two brackets كده equal zero اكيد هتبقى equation equal zero. لو انا عندي x minus l وهنا x minus m، ده معناه ايه؟ ده معناه ان ممكن يبقى البراكت الاولاني هو اللي ايكوال زيرو او البراكت الثاني ايكوال زيرو او كلاهما. فانا هقول ده معناه ان اكس ماينس ال ايكوال زيرو وبالتالي اكس ايكوال ال، اور اكس ماينس ام ايكوال زيرو وبالتالي اكس ايكوال ام. يبقى انا عندي فعلا فعلا لما يكونوا بالشكل ده التو روتس مع الاكس، يعني افترض ان الاكس اللي هو الروت الاولاني والام هو الروت الثاني، على طول هيطلع فعلا اكس ايكوال ام وده الروت الاول واكس ايكوال ام، اكس ايكوال ال الروت الاول واكس ايكوال ام الروت الثاني. طب معنى كده يا مستر ان لو عندي ايكويشن التو روتس بتاعها كان 5 و 6 هنعرف بسهوله نجيب الايكويشن الكوادراتيك؟ اه طبعا بالطريقه دي او بالفورم ده. تمام، انا هعمل ايه؟ كل اللي هعمله هقول انا عندي هنا براكت وهسميه اكس ماينس 5 اللي هو الروت الاولاني مالتيبلايد باي اكس ماينس 6 اللي هو الروت الثاني ايكوال زيرو. طيب هنسيبها بالشكل ده؟ لا، هنحاول نعملها على الجنرال فورم. فهنعمل x multiplied by x يبقى x power 2، وبعدين x times negative 6 يبقى ايه؟ negative 6x، وبعدين negative 5 times x يبقى negative 5x، وفي الاخر negative 5 multiplied by negative 6 هيديني positive 30. كل ده equal 0. طيب نعمل simplify بقى. انا عندي الاكس باور 2 ملهاش لايك تيرم، يعني ممكن اكتبها لوحدها كده اكس باور 2 زي ما هي. انا عندي هنا قلت اكس تايمز نيجاتيف 6 يبقى نيجاتيف 6 اكس، فعندي نيجاتيف 6 اكس ونيجاتيف 5 اكس السم بتاعهم هيبقى نيجاتيف 11 اكس بلس 30 ايكوال 0. يبقى انا اهو قدرت اعمل equation او quadratic equation لما عرفت التو روتس. تمام، هعمل ازاي؟ زي ما قلنا x minus one of the two roots go bracket multiplied by x minus the other root equal zero. كده بعمل quadratic equation الروتس بتاعها واحد 5 والتاني 6. طيب هل يا مستر في طريقة تانية؟ ايوه في طريقة تانية ويمكن اسهل كمان. تعالوا مع بعض نشوف الحل بتاعها ايه. لحظه واحده. ايوه في طريقه بتقول ان الفورم بتاعت الايكويشن هتبقى اكس باور 2 ماينس سم اوف ذا تو روتس مالتيبلايد باي اكس بلس البرودكت ايكوال 0. نكتب مع بعض هيبقى كده اكس باور 2 minus the sum of the two roots multiplied by x plus the product equal zero. يعني مثل لو انا عارف ان ال two roots واحد 5 والتاني 6 نفس ال roots بتاع المرة اللي فاتت، هطلع just the sum. نطلع السم، sum كام؟ 11. طب البرودكت، البرودكت يعني التايمز بتاعهم 5 times 6 equal 30. طب تعالوا نطبق الكلام ده. هنلاقي هنا x power 2 minus السم اللي قال عليه اهو 11x plus البرودكت اللي قال عليه equal 30 و equal 0. الله، ترى سهلة جدا. يعني انا بالفورم ده لو انا عندي التو روتس على طول عن طريق السم والبرودكت اطلع في دقائق معدودة الحل زي ما عملت كده هنا. الطريقة دي كانت شوية طويلة عشان قلت
ان الاكس ماينس وان اوف ذا تو روتس ملتبلايد باي الاكس ماينس ذا اذر روت، وعملنا كده اكس ماينس 5 والتاني اكس ماينس 6 وعملنا اكسباند طلع معانا فعلا. وتلاحظوا شباب ان الحل واحد في الاثنين، هنا اكس باور 2 اكس باور 2 ماينس 11 اكس بلس 30 ايكوال 0، وهنا برضو طلع نفس الحل اللي هو اكس باور 2 ماينس 11 اكس بلس 30 ايكوال 0. طب تعالى نشوف اكزامبل تاني. بيقول لي لو التو روتس one of them equal 3 over 2 and the other 5 over 4، عايز الايكويشن او الكوادراتيك ايكويشن بتاعتهم. طبعا هنستخدم الطريقه السهله ان احنا نطلع السم. السم يعني 3 over 2 plus 5 over 4، والبرودكت يعني equal 3 over 2 multiplied by 5 over 4. طب هنا السم كام والبرودكت كام؟ البرودكت هنا 15 اوفر 8، والسم هيطلع لو عملت ده 4 يعني اوفر 4 هيبقى 6 اوفر 4 بلس 5 اوفر 4 يعني 11 اوفر 4. طيب اطبق الرول، اكس باور 2 اهي ماينس السم 11 اوفر 4، ما ننساش جنبها الاكس، بلس البرودكت اللي هو 15 اوفر 8، وما ننساش ايكوال 0 عشان تبقى كوادريك ايكويشن. حد يقول لي مستر مش ان سمبلست فورم، ايوه عندك حق، هنا كده الايكويشن مظبوطه وصح و100%، لكن ما هياش ان سمبلست فورم عشان بس الفراكشنز دي. طب حد شاطر يقول لي ازاي اخلص من الفراكشنز دي؟ اكيد انا عارف ان في شطار كتير. هقول يا مستر لو عملنا ملتبلايد باي 8 كل الايكويشن هيختفي ال 8 واختفي ال 4. يعني اعمل ازاي؟ 8 باي او ملتبلايد باي اكس باور 2 هيبقى ايه؟ 8 اكس باور 2. طيب 8 ملتبلايد باي نيجاتيف 11 اوفر 4، طبعا ال 4 هنا ديفايد 4 هيبقى 1، ديفايد 4 هيبقى 2، يبقى نيجاتيف 2 تايمز 11 يعني نيجاتيف 22 اكس بلس. طب 15 اوفر 8 ملتبلايد باي 3 اوفر 8 ملتبلايد باي 8 هيبقى ال 8 كانسل مع ال 8 ويبقى 15 ايكوال 0. ويبقى يا شباب ريحناكم اهو وطلعنا الانسر ان سمبلست فورم. تمام. طب حد تاني يسال يا مستر لو انا عندي التو روتس واحد فيهم كومبلكس نعمل ايه؟ هل هيبقى في مشكله عشان الاي؟ اقول له لا مفيش مشكله ولا حاجه، بالعكس ده ممكن يقول لك هات الايكويشن اللي one of the two roots بتاعتها ايكوال كذا ويقول لك الكومبلكس روت بتاعها. تعالوا مع بعض كده ناخد اكزامبل. يقول لك form the quadratic equation if one of the two roots is 2i. كده اداني ايه؟ 1 root. واحد شاطر يقول لي انا كده عندي 1 root، طب root التاني كام يا مستر؟ ها نفكر مع بعض. احنا قايلين لما يكون 1 of the two roots complex number يبقى root التاني على طول الكونجيجيت بتاعه. طب الكونجكت بتاع 2i مين؟ ال 2i الكونج بتاعتها نيجاتيف 2i. حد يقول لي مش فاهم يعني ايه يا مستر، طب فين بلس هنا؟ يا سيدي اعتبر ان النمبر 0 بلس 2i، لان ده ريال نمبر ممكن يبقى 0 عادي، الكونجكت بتاعته هتبقى 0 ماينس 2i كده. تمام؟ تمام. طب وعلينا نكتب 0 بقى؟ خلاص يبقى انا عندي 2i وعندي النمبر الثاني الكونجكت بتاعته نيجاتيف 2i، وبالتالي التو روتس هم جاهزين 2i and نيجاتيف 2i. عايزين بقى نعمل الفورم بتاع الكوادراتيك ايكويشن اللي مطلوب مننا. احنا قلنا ان الفورم هتبقى x باور 2 ماينس سم ملتبلايد باي x بلس البرودكت ايكوال 0. يعني محتاجين ايه؟
محتاجين السم والبرودكت. السم يعني هيبقى 2i بلس نيجاتيف 2i، مش كده؟ اهي 2i اهي بلس نيجاتيف 2i ايكوال كام يا شباب؟ زيرو اكيد. طب البرودكت، البرودكت يعني ملتبلاي 2i ملتبلايد باي نيجاتيف 2i ايكوال كام؟ هيبقى نيجاتيف 4i باور 2، واحنا عارفين الاي باور 2 ايكوال نيجاتيف 1، يبقى نيجاتيف 4 ملتبلايد باي نيجاتيف 1 يبقى ايكوال، خلينا هنا ايكوال 5 سوري 4، نيجاتيف 4 تايمز نيجاتيف 1 ايكوال 4. طيب تعالوا نطبق على الفورم دي. انا عندي اكس باور 2 ماينس السم اللي هو طلع كام؟ زيرو. زيرو مين؟ ملتبلايد باي اكس. ايه ده هنخليها كده يا مستر؟ لا استنوا، بلس البرودكت اللي هو ايه؟ 4 يكوال 0. طب هنعمل ايه؟ عادي 0 ملتبلايد باي اكس بكام؟ 0 اكيد. يبقى انا عندي الايكويشن اكس باور 2 بلس 4 يكوال 0. طب حد هيسال يا مستر هي دي؟ هي دي الفورم بتاع الايكويشن؟ مش احنا متفقين ان الفورم بتاع الكوادراتيك ايكويشن هي بتبقى a اكس باور 2 بلس بي اكس بلس سي ايكوال 0؟ هما ليه فين الاكس كده؟ مش مشكله الاكس، لان ممكن البي تبقى بزيرو، البي دي متاح لها ان تبقى ايكوال 0 هنا ممكن، لكن اللي مش متاح هو ان الاي تبقى ايكوال 0. عشان كده كل مره بكتب الايكويشن دي اللي هي اكس باور 2 بلس بي اكس بلس سي، اكتب الاي دازنت ايكوال 0، مش مسموح لها تبقى ايكوال 0. ليه؟ لان الاي لو بقت ايكوال 0 مش هتبقى كوادراتيك ايكويشن، هتبقى لينير ايكويشن اند سو اون. تمام؟ وبالتالي الايكويشن المطلوبه هي اكس باور 2 بلس 4. طيب ممكن يا مستر ناخد حاجه تاني؟ اوكي ندخل على الاكزامبل تاني، شكلكم نفسكم اتفتحت على الليسون. لو عندي تو روتس بقى بتوع الايكويشن ليهم ريليشن مع بعض او ليهم ريليشن بنمبرز، يعني ايه؟ تعال نشوف الاكزامبل اللي جاي. بيقول لي if the two roots of the equation x power 2 minus 5x minus 6 equal 0، الايكويشن بتاعهم دول واحد ال والتاني ام. تمام؟ يعني هنا مديني ايكويشن فعليا وقال لي ان التو روتس بتاعهم ال وام. تمام؟ مفيش مشكله. طب ايه اللي عايزه بقى؟ بيقول لي find the equation، الله، يعني عايز equation تانية غير دي. find the equation of the roots l plus 7 and m plus 7. الله، ايه ده بقى؟ يعني هو مديني equation وعايز equation؟ طب هو مديهاني ايه؟ لا، هو مش مديهاني الحقيقة، هو مديني الايكويشن دي وقال لي ان الروتس بتاعها دول. تمام؟ وفي ريليشن ما بين الروت ده والروت ده، اهو هنا ال، هنا ال بلس 7، هنا ام، هنا ام بلس 7، يعني في كونكشن كده او ريليشن ما بين التو روتس دول، ال وهنا ال بلس 7، ام وام بلس 7، وعايز الايكويشن اللي الروتس بتاعتها ده، دول مش دول. طب تمام، ايه المشكله بقى؟ مفيش حاجه. المشكله انه لو حبيت تطلع التو روتس من هنا وتعرف ال بكام وام بكام وبعدين تجيب السم او ال بلس 7 هنا والام بلس 7 هنا وتطلع التو روتس، اوكي. يعني ايه؟ هنحاول نشتغل مع بعض. في ناس تقول ايه يا مستر دي ايكويشن سهله، يعني حتى بالفاكتورايزيشن اللي اتعلمته في تاني اعدادي اقدر احل الايكويشن دي. انا عندي هنا الايكويشن طبعا اللي هي اكس باور 2 يبقى اكس واكس، نيجاتيف بوزيتيف 3 اند 2. في ناس تحبها تحلها بالكالكوليتر مباشره، مفيش مشكله. في ناس تحلها بالفورمولا، مفيش مشكله برضو. عايزين نتاكد بس ان الفاكتورايز ده سليم. اعمل برودكت اوف مينز نيجاتيف 3 اكس بلس البرودكت بتاع الاكستريمز اللي هو 2 اكس، هيطلع كام كده؟ نيجاتيف 1 اكس. لا احنا غلطانين كده، ده في مشكله.
المشكلة هي انه كده دي بلس، كده واحد ماينس واحد بلس المفروض. طيب اذا احنا عملنا اوكي، نرجع تاني للسؤال ده. هنا انا عندي، لو هنا عندي بلس مش ماينس وعايز اعمل فاكتورايزيشن، يبقى ايه؟ يبقى اكس اند اكس، نيجاتيف اند بوزيتيف، لا تبقى نيجاتيف اند نيجاتيف كده ماشي، لان هنا لو مكون بوزيتيف يبقى اكيد البرودكت بتاعهم ايكوال نيجاتيف، يعني نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2، وعايزين نتاكد يبقى نيجاتيف 3 اكس ونيجاتيف 2 اكس، والسم بتاعهم نيجاتيف 5 اكس. تمام، يعني التورست اللي هم ادوهمني اكس ماينس 3 ايكوال 0، والتانية اكس ماينس 2 ايكوال 0، يبقى اكس ايكوال 3 والتاني اكس ايكوال 2، ويبقى التو روتس اللي هو بيتكلم عنهم قالهم لي ان هو ال وام، واحد فيهم ال اللي هو 3 والتاني ام اللي هو 2، بس هو مش عايز دول، ما هو الايكويشن بتاعتهم اوريدي موجوده اهي، هو عايز الايكويشن بتاع الروتس دول اللي هو ايه؟ ال بلس 7. طيب الفيرست روت ايكوال مين؟ ال بلس 7، واللي عندي ب 3 يبقى 3 بلس 7 ايكوال 10، والسكند روت ايكوال ام بلس 7، الام احنا طلعناها ايه؟ 2 بلس 7 ايكوال 9. من هنا اقدر بسهوله اطلع السم اوف ذا تو روتس دول اللي هم عايز الايكويشن بتاعتهم. السم بتاعتنا ايكوال 19، والبرودكت ايكوال 9 تايمز 10 ايكوال 90. وطبق الرول اللي احنا عارفينها، اكس باور 2 ماينس سم اكس بلس برودكت ايكوال 0، وبالتالي يبقى الايكويشن بتاعتي اكس باور 2 ماينس السم اللي هي 19 اكس بلس البرودكت 90 ايكوال 0. احبائي الطلبه والطالبات، احنا خلصنا الاكزامبل ده، وقتنا خلص، ان شاء الله نتقابل في حلقه تانية. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.